ادي رقم مثلا ادي اللي هي جابت كانسر طبعا مع المدخن، ودي مثلا قد ايه التدخين بيأثر على المرأة. وطبعا المرأة تدخن وتحط الميك اب وتدخن وبلاوي ورا بلاوي، طبعا دي قبل التدخين ودي بعد ما دخنت. دول توينز مش واحده، دي واحده بس نفسها، هي دي زمان ايام ما كانت شباب، لما دخلت بقت ايه؟ بقت شباب برضه، وبعدين هي بقت اكثر شويه. دي بقى هدول توينز، توينز يعني نفس سيم ايج، وبعدين دي نون سموكر ودي سموكر، واضح طبعا الفرق بينهم. طبعا التدخين وباين اثاره، ودي طبعا بتدخن تقول لك انا توني صغيره انا لسه ما فيش مشاكل عندي، لكن دي ايه التدخين هيخليها ايه؟ هتخليها من الوزن يعني ايه بدري 5 سنوات. طبعا كل شيء بنعمله مع البريجنسي مع التدخين، وطبعا ده سبونتوريس ابورشن ستيل بيرث بريماتور ليبر، كل ده بيحصل مع التدخين المراه الحامل ان لو بيرث ويت انفاز باي 50% بريماتور بيرث ستيل بيرث. كانسر بلاج طبعا واضح طبعا ان الجسم بيحاول يتخلص من الكيميكالز مع اليورين بلادر، فطبعا هذه الكيميكالز قاعده مستنياك في اليورين بلادر، فبالكانسر بلادر بيبقى طبعا سكند كانسر بعد اللي هي اللنج كانسر مع المدخنين. طبعا كثرت منتشر جدا في سموكرز ار توايس از لايكلي تو جيت ماكيولار ديجنريشن، سموكرز ران انكريز ريسك اوف كاتاركس. سموكرز والليفر، الليفر ده مش يعني مش منتشر، احنا مشغولين قوي بالهيباتايتس الصغيره، لكن فلينظر المدخن ماذا يفعل في كبده، لان الكبد ده المصنع اللي بيخش عليه ميتابوليزم كل حاجه، كل حاجه ميتابوليزم في الليفر، بالليفر ده اهو ده فات الليفر بسبب التدخين، وده نورمال الليفر طبعا الوقت الفرد. سموكر وفيرتيلتي طبعا بيأثر على الفيرتيلتي، بيعمل دامج للسبيرم وبيقلل الفيرتيلتي، حتى بيقلل بيعمل ديلينج للهيلينج اوف فراكشرز، بيعمل اوستيوبوروسيس طبعا، بيعمل اوستيوبوروسيس ريسك اوف اوستيوبوروسيس از هاي. تمام. سموكينج اند تشيلدرن، تشيلدرن طبعا لو في تشايلد في بيت مدخن ده يعني مسكين هيبقى عنده ازمه، عنده نمونيا، عنده دي انفكشنز، عنده برونكايتس، عنده يصبح توباكو يوصل حتى مع السن. يعني النهارده ما يجي لي واحد راجل مدخن جاب لي ابنه مدخن بيبطل عشان يبطل، طب ماشي بحاول معاه وبعدين افاجئ ان الراجل مدخن، طب انت هيعملنا ايه؟ هو عايز الولد يبطل وهو مش عارف مش قادر يبطل، فدي هي دي المشكله، ان لو بيت فيه تدخين الاولياء بيطلعوا بالايه؟ بالتاني مدخنين، ودي ايه معروف بيقول لك ايه؟ انكريز ايج اوف زياده اعمار كيس ايج اوف الاكسبكتد ديت او اكسبكتيشن اوف لايف مع غير المدخن تبقى اكثر من غير المدخن ب 10 سنوات. طبعا التدخين بيأثر طبعا الفتنس في الرياضي، دي طبعا الايه احنا قلنا 4700 كيميكالز في جسم الانسان بتسبح في جسم الانسان، بتسبح في جسم الانسان، حتى البيئه لم تسلم من الايه المدخنين. يعني دي مثلا الجماعه بتوع ياهو بيقول لك ناو يورز ستيتس ذات سموكرز ليتر اتليست 4.5 تريليون عقب سيجاره في السنه الواحده. يعني خلاص، وبعدين المواد دي ما بتتبخرش، المواد اللي فيها بقول لك فيها سيلولوز وفيها اسيتات ومش فيها مواد ما بتختفيش من الطبيعه، فحتى البيئه لم تسلم من السجاير. ودي بس في سموكينج طبعا بيتاثر طبعا كل اللي حوالين المدخن بيتاثر بالدخان، حتى العين اللي قاعد مع المدخن حتى الانف كل ده بيتاثر من الايه؟ حتى اعمار الزوجات المدخنين برضه بتتقصف بسبب ان هو ايه؟ واضح اعمار غير المدخنين تمام؟ واعمار المدخنات واضح انها ايه؟ بتقل عن المدخنين. طيب دي برضه بحب اقولها برضه بجيب يعني قصص حقيقيه مش وهم ولا حاجه، ودي موجوده كل الكلام ده انا جايبه من النت مش جايبه من عندي. اهو ده قصه بقى واحد مثلا قصه ده واحد جراح هندي جاب لنا الصور شو الصور ده كانسر لان وجاب لك الهيستوري توباكو هيستوري بيدخن بيدي 30 لمده 30 سنه ورو توباكو اند قصته جايب لك القصه بتاعته ونفس القصه واحد ثاني والثالث والرابع وهكذا. دي كلها قصص ليه لانك ماوس واورال و كانسر واضح طبعا ايه الفرق فيه، وطبعا واضح طبعا ايه اللي عامل فيه التدخين. وهذا الولد طبعا قصته برضه اسمه سام مرسي موجوده قصته في حاجه اسمها هواي كويت دوت كوم. ده كان شاب وكان واخد 27 ميداليه في الرننج في الرقم، ومع ذلك
كان يدخن، النتيجة أورال كانسر، والنتيجة حاطط الناشين والأوسمة على صدره، بس طبعا لم يسعفه القدر. 19 سنة ميت، 19 سنة، لأن بعض الناس يقول لك أنت صغير ما فيش لسه، لا المكبر المكبر بطل سجاير، لا احنا خلينا نقوم بدورنا من بدري عشان نمنع التدخين او نعمل وقايه لاولادنا ونساعد اللي وقع. ودي قصه طبعا دي معروفه كلنا عرفناها، هذا الرجل برضه مات 33 سنه وكان بيدخن، ودي ايه الكانسر لانج. ومشكلته انه بدا السيمتومز بدات لما الكانسر لانج، على فكره الكانسر لانج اللي اكتشف كلكم عارفين طبعا ما فيش اي حاجه تكتشفها بدري، ما فيش تيست يعني مثلا البروستات ان هو يعمل بي اس ايه، الكانسر البريست روح اعمل اللي هو الال ديتكشن واتعلم في اللي هو الكانسر ماركرز في، لكن دي ملهاش ماركر للاسف. الكانسر لا ملهاش ماركر، فلذلك ده تشوف اول ما تشوف بايه عند كوليك، ومشكله في الليفر لا كانسر ليفر، وهي كانت سكندريز ليه الايه لللنج. ده طبعا نفس الكلام. والراجل ده الحقيقه وايد ماكلان انا احبه قوي الراجل ده، لانه مات وهو عامل عمل عظيم جدا في امريكا. راح طالع في التلفزيون وكان بيعمل يطلع الكابوي، ده احد الكابويز اللي كانوا بيطلعوا بيعملوا اعلان للمارلبورو. راح طالع في التلفزيون الامريكي وقال ترى انا قصيت عليكم كتير، انا كسبت عليكم كتير وعملت دعايه كتير، وطبعا انا ايه بقى انا الان بنتظر موت بسبب كانسر لانج في التلفزيون. 40 مليون امريكي بطلوا سجاير بعد الراجل ده ما قال اعلانه ده. بس بقى انا كده ال 40 مليون دول يا ترى رجعوا بيدخنوا تاني ولا ايه اللي حصل؟ الله اعلم، لان هي دي مشكلتهم انها عاده ومش قادر الانسان منها، السلوك ما غيروش. هنقول النهارده ازاي نغير هذا السلوك، وده برضه بيه بقول التاني ابشرك انا جالي سرطان، وده برضه الكاوبويز اللي بيعملوا ايه؟ دعاية. وده ايميل بيك نفس الكلام سرطان في اللنج، ودي برضه ايه؟ برضه كانت مخطوبه بلغي منها القدر لانها سرطان، والسرطان بدا في العمود الفقري بان اول ما بدا بايه بين وطبعا كلنا عارفين ده مصر مصري، ده ابراهيم رجوفه، وده واحد مين محدش يعرفه طبعا ولا طبعا يعرفه، ده برضه منتظر القدر لانه كان ده. طيب النهارده انا عايز بقى اقول بسرعه انا فين انا هذا الرجل هو ده المراجع حواليه ناس كتير، حوالين قصته وزملائه في العمل واصدقائه والكوميونتي والنت والراديو والنيوز بيبر والفير كوميونتي. انا هنا انا فين من هؤلاء الناس؟ لازم اقوم بدوري كطبيب. وبعدين انا هنا في حاجه جميله قوي، الجمله دي انا دايما اقولها في دايما في الدورات، هذه الجمله قالها اليوم شافعي بتهزلي قوي. بيقول ايه؟ بيقول صناعتان لا غنى للناس عنهما، العلماء لاديانهم. عالم الدين ده بيفتيني يقول لي ده حلال ده حرام بمشي وراه، تمام كده. والصنعه الثانيه والاطباء والابدان. فانت ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك انت كطبيب، طبيب فشلي او اسنان او صيدلي، اي مهنه طبيه حتى الممرض، انت ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك من دون الناس انت تكون في هذا الموقع. يعني انت قدرك تكون في هذا الموقع لو انت ان تطلع بدورك تعمل دور حلو للناس، تمام. هذا الدور ان ايه؟ انك تقوم بتقدم الخدمه لهذا المراجع في الدقيقه دي او دقيقتين او ثلاث دقائق، وهنقول ان شاء الله بعد شويه ازاي نعمل هذه الخدمه خلال ثلاث دقائق. وبعدين وان ده الاسباب ليه انا بعمل دوري، وان ان 5 ديسز ار ديو تو سموكينج، وان ان 3 كانسر ديسز ار بيكوز اوف سموكينج، 70% اوف سموكر وونت تو كويت. خلي بالك يعني 70% من الناس عايزين يبطلوا بس مش عارف عايز حد يساعد، و 64% هو سموك ترايب ولكنهم فشلوا. خلي بالك. وبعدين لزان 10% سكسيدد، اقل من 10% منهم. فده احنا دورنا ان نكون معاهم. وليه الكيرف ده الحقيقه بيوديني ان الواحد لو بطل سجاير في اي وقت من العمر، راح يقول لك انا 60 سنه شو هسوي؟ لا اي وقت من العمر، ده بطل من جماعه اللي بطلوا 55 64 هنلاقي ان الايه اللايف اكسبكتنسي بتزيد عندهم. يعني ده ان انا سموكر وبعدين ده ستوب وبعدين ايه السيجار سموكرز، هنلاقي ايه هيزيد الايه اللايف اكسبكتنسي لهؤلاء الناس. حتى لو بطل من عمر 54 45 ل 45 هتزيد ايضا اللايف اكسبكتنسي. وبعدين اللي يبطل عمر 35 ل 44، يعني كل ما يبطل بدري كل ما يكون هيتحسن ويرجع الى حد ما الى طبيعته. طيب فيري بريف ادفايس، النصيحه البسيطه، تمام. increase the number of smokers who achieve abstinence stopping يعني for 6 months or longer by 10%، تمام. لو هذه النصيحه
بعد بدل ما هو دقيقتين زودتها 10 دقائق الايه نتيجه الايه نسبه نجاح البشر. تمام، خلينا ايه في حسبه اهي الحقيقه عجباني قوي. انت النهارده بيدخل لك النهارده بيقول لك الدكتور بيخش له مثلا في الرعايه الاوليه 100 مراجعه في اليوم تقريبا كده، اقول لك بيخش 100 مراجعه. لو 100 مراجعه كل مراجع اعطيته 3 دقائق يبقى النتيجه كام؟ 300 دقيقه، يعني كام؟ 5 ساعات. طيب السكسس ريت في الغالب 2%، مجرد انك تكلمه سكسس ريت كام؟ 2%. طبعا اللي يسمع 2% دي يقول انت رجعت ايه الكلام ده، في البداية كلام فارغ. لا، 2% ده كلام عظيم جدا. ليه؟ لان هنشوفه 2% يعني ال 100 دول هنقسم منهم كام؟ 100 النهارده 2 ايه وفازوا، انقذوا من ايه؟ من الموت، مش من الموت بقى انه بطل سجاير. طيب واحد منهم احنا قلنا دبليو اتش او بتقول ان لو اثنين بداوا التدخين في العمر في العمر التين ايش هيبقى واحد منهم ايه؟ هيموت، يعني 50% وفاه. النتيجه ايه؟ ان دول انقذت واحد في قد ايه؟ ساعتين ونص. انا بالك اثنين احنا اشتغلنا 5 ساعات فساعتين ونص انقذت واحد من الموت. الثاني طبعا ايه؟ انقذت بقى من المرض والحاجات دي. وضحت؟ يبقى ايه؟ لما اعطي كل واحد من دقيقه لثلاث دقايق، وهنشوف بعد كده انها مش 3 دقايق، هتبقى اقل من كده. ليه؟ لان احنا النهارده مش بنشوف كل الناس مدخنين. انا لو جالي 100 هيطلع منهم 30 مدخنين و70 غير مدخنين، صح ولا لا؟ لان نسبه التدخين النهارده في المجتمع الكويتي كام؟ 30% تقريبا في الرجال. تمام؟ فانا مش هشتغل مع الكل، لكن لما اسال حتى غير المدخن انت بتدخن؟ هيقول لي ايه؟ قول له ما تدخلش، الله ثبتك الله، والله زين سوي ما شاء الله عليك. يسمع في المدي هياخد ايه؟ حتى ايه؟ هياخد ايه؟ وش وايه؟ ثقه في نفسه. تمام؟ هذا بيجعل ان الايه؟ هذا زي ده مثلا الصوره دي بتورينا ان ايه؟ ده شوف بريف ادفايس بقى يا دكتور، شوف النون ادفايس تمام؟ الاودز ريشيو كام هنا؟ واحد، الاودز ريشيو هنا ايه؟ بقت 1.7 قريبه من 2، يعني تضاعفت لما ايه؟ لما تقدم النصيحه. كذلك هنا مثلا كده نفس الكلام، لو واحد ما فيش لو ما بياخدش نصيحه، واحد سيلف هيلب من نفسه ويوقف، واحد نون ميديكال، واحد ما يعني صاحبه كلمه ونصحه، لا واحد دكتور، شوف اللي قد ايه؟ بقى 2.2. واضح طبعا لما احنا نقدم نصيحه بيبقى في الايه؟ نتيجه النجاح في توافق على التدخين بتزيد. نفس الفكره طبعا نو كونتاكت مينيمال كونسلنج لو انتنسيتي هاير انتنسيتي، كل ما تزيد الانتنسيتي كل ما يكون نسبه النجاح بتبقى اعلى. هنا نلاحظ هنا 10 او 11 13 16 22، فبتزيد كل ما تكون الانتنسيتي شده او مده اللي هي القضاء اللي بقضيها مع المراجع اكتر. ايه والبار واحد يقول لك ايه انا بوقف في الاراده، ما عايز كلمه اراده يعني اقف عندها شويه النهارده، لان ايه؟ يقول لك ايه موضوع اراده، انا ببطل بقى بمسك السجاره اعملها كده وخلاص. لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع فيه علم وفيه خطوات. تمام؟ هنلاقي هنا ويل باور الون بريف ادفايس، بريف ادفايس مع الكتير ريبليسمنت ثيرابي، وبعدين انتنسيف سبورت، وبعدين هنا انتنسيف سبورت مع ده كل ما تكون بتدخل دوائي بيبقى الامور افضل والاقلاع بتبقى احسن.